حقيقي على المراكز المتقدمة في دوري نجوم قطر. إنها الجولة الخامسة، عزفها ينطلق الأخير، إنه العزف الأخير في هذه الجولة، لكنها في قمة القمم وليلة الليالي وأم المعارك والمباريات في آخر مباريات الجولة الخامسة. العربي لخوية هنا في هذا الملعب في استاد جاسم بن حمد هنا بنادي السد، هذا الملعب الذي من خلاله يتمنى سواء عشاق النادي العربي وبالذات بعد الحملة الجماهيرية وتحت هاشتاج أحمرنا أصلي، يأمل العربي باستعادة أنفاسه بالتقدم للأمام بالذات بعد خسارته في الجولة الأخيرة أمام الغرافة بهدف مقابل لا شيء. اليوم عندنا مواجهة خاصة وباعتبارات عدة، نحن نتحدث عن الصراع على النقطة الثانية عشرة والمركز الثالث. ليش؟ لأن نادي لخوية لديه ثلاث انتصارات حققها في دوري نجوم قطر، أولا على نادي قطر بثلاثة أهداف، وبعد ذلك بالسبعة على الخريطيات، وبعد ذلك بهدفي كريم وضيف والمساكني في مرمى السيلية. له تسع نقاط وهي النقاط الكاملة التي يحققها. لماذا؟ لأن لديه مباراة مؤجلة أمام الغرافة منذ الجولة الأولى، وبالتالي هو يحصد النقاط الكاملة في دوري نجوم قطر. تسع نقاط كذلك لهذا الرجل، إنه الصندوق السحري جان فرانكو زولا الإيطالي، لديه تسع نقاط. هو الآخر فاز على الوكرة وفاز على نادي الخور وفاز على قطر بأربعة في المباراة التي قبل الماضية الأخيرة، خسر بهدف مؤيد حسن أمام الغرافة وهو الهدف الوحيد الذي ولج مرماه في دوري نجوم قطر. يا لها من مواجهة على جميع المستويات والاعتبارات. نحن نتحدث عن جدول ترتيب أصبح يتصدره الريان 15 نقطة، وبعد ذلك ياتي السد اللي قبل هذه المباراة نجح بالفوز على نادي قطر وصار رصيده 13 نقطة. الأنباء اللي جاءت من لقاء الجيش اللي صار الثالث بعد فوزه على الغرافة وصار 11 نقطة، لكن الفائز من مباراة اليوم سيتجاوز الجيش وسيصل إلى النقطة 12، وبالتالي عين جمال بالماضي وعين لجان فرانكو زولا على النقطة 12 وعلى المركز الثالث في الجدول الترتيب في ختام الجولة الخامسة. اليوم جمال بالماضي يدخل هذا اللقاء وبهذه الأسماء على يسار السادة المشاهدين، ليكموت كلود أمين في حراسة المرمى، في خط الدفاع كل من محمد موسى ومحمد عبد الله تريسور وتشيكو فلوريس وخالد مفتاح مع حالة تسلل الأولى على فلاديمير فايز، لويز مارتن وكريم بوضيف في المحاور. في الجهة اليمنى حيكون نامتاي على الشمال فلاديمير فايز، في المقدمة حنشوف الثنائي المساكني وقدامه على طول محمد مونتاري. هجوم للعربي، الكرة على طول إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة زاوية أولى في المباراة هي من نصيب العربي، أبعدها الإسباني تشيكو فلوريس. عندنا اليوم العرباوية الأحلام ناوين 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 إنهم يتقدمون للأمام وناوين. البعض يعتقد بأن العربي لو نجح الآن بيحاول، لكن الكرة تتهيأ والفرصة قائمة ولا زالت عرباوية، الكرة تتسدد وخطيرة، جول جول
سيرجيو دوترو جونيور. دوترو على طول بيحط الكرة، حطها على طول في الجول وتقدم الآن. أحمرنا أصلي، هكذا كان الهاشتاج والشعار الأبيض، بيض الوجه الجماهير في هذه الآونة بهدف مبكر. هدف يأتي عن طريق دوترا في دقيقة وثلاثين ثانية، واحد أيضا من أسرع أهداف دوري نجوم قطر، لكن ليس الأسرع في هذا الموسم. الأسرع في هذا الموسم كمال عرباوي. كمال عرباوي نتكلم عن هدف باولينيو في مرمى قطر، هو الأسرع في هذا الموسم ب 15 ثانية فقط سجل في مرمى نادي قطر. هكذا إذا العربي يتقدم في مباراة اليوم وفي قائمته. يعني دوترا مع العرباوية أصر إني ما أذكر أي اسم إلا أذكره أولا في المباراة، وتقدم بالهدف الأول في المباراة، وبالتالي العربي الآن يتقدم بهدف عن طريق دوترا. رجب حمزة في حراسة المرمى، علي جسمي، رودفاني، خوقي معلام، وعادل لامي، مصعب محمود، وعبد الله مبارك العريمي، وعلي أحمد العمادي، وسيد أشكان، ودوترا وباولينيو يتقدمون يا جمال بالماضي بهدف مقابل لا شيء. هذا الأمر أيها الأحبة مشاهدي قناة الكاس، هذا الأمر يحدث لو استمر يكون أمرا تاريخيا في الدوري في مواجهات الأقوياء والعربي. كيف هالكلام؟ يعني لو استمرت 1-0، لو فاز العربي فهذا أول فوز تاريخي له في الدوري على الأخوية. 10 مباريات سابقة، 6 لنادي الأخوية و4 تعادلات. لم يسبق للعرباوية في الدوري أن فازوا على نادي الأخوية، لكنهم الآن يتقدمون بهدف مقابل لا شيء، هدف مبكر عن طريق البرازيلي دوترا اللي سجل ثاني أهدافه بعدما سجل في مباراة نادي قطر في الجولة قبل الماضية. العربي فاز على الوكرة 1-0. علي حسين الرحيم سجل في مرمى، هدف يوسف أحمد أعطاه 3 نقاط أمام الكور، ورباعية باولينيو ومصعب محمود ودوترا ورود فاني في نادي قطر، ولكنه خسر في الجولة الماضية بهدف لمؤيد حسن وهو الهدف الوحيد في مرمى. بالمناسبة كلود أمين كانت أيضا شباكة فيها هدف واحد سجله محمد عمر لاعب نادي قطر المباراة اللي فاز فيها الأخوية ب3-1، لكن الآن لا هدف ثاني في مرمى يأتي عن طريق دوترا، وبالتالي يصبح رجب حمزة أفضل بالأرقام، أفضل دفاع وحارس على مستوى الأرقام، فقط هدف واحد في مرمى. أعمال الإيطالي والكاتاناتشيو، أعمال جان فرانكو زولا. هكذا يبدو الإيطالي الآن عليه أن يتمسك بالتقدم إذا أراد فعليا المنافسة. العرباوية يعتقدون أن هذه المباراة هي المحك، بل ويقول أحدهم أنها تمثل ما نسبته 20% من تقدم العربي إذا أراد اللقب. هذا وضع طبيعي لأنك تواجه حامل اللقب وأنك تواجه القوة العظمى، واحد من القوى العظمى في دوري نجوم قطر، وبالتالي مكاسب مغانم كثيرة. والآن التسديدة حظيرة، لكن الكرة على طول إلى حارس المرمى كلود أمين، كرة على طول في خط الوسط من مونتاري بيغيرها إلى فايز، الله على فلاديمير، يتقدم الآن للأمام وبيلعب كرة مونتاري عادت إلى نابتاي، هي أكثر من سجل في شباك العرباوية، يحول كرة على الجانب الأيمن، هنا تريسور على طول التسديدة من لويس مارتن تصل سهلة إلى ركلة مرمى لمصلحة العربي. حكم لقاء اليوم سلمان فلاحي،
الرائعين، لكن لاحظ الهدف وإعادة الهدف، والله على تسديدة دوترو وضعها ما بين أقدام لوميت كلودامين ويسجل أول الأهداف العرباوية في قمة السعادة. والهاشتاج أحمرنا أصلي في إشارة إلى اللون الآخر اللي يرتديه الأخوية، وأن اللون العربي هو الأصلي، لكن اليوم العرباوية يلعب بالرداء الأبيض الكامل وهو يتقدم بنتيجة بيضاء واحد مقابل لا شيء. جماهير العربي في قمة في قمة في قمة السعادة في هذه الآونة. الفريق المحبوب جماهيريا وله شعبية، ولعلكم شاهدتم في الفترات الماضية والمباريات الماضية الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاهدتم العديد من الشخصيات الهامة وربما حتى الفنانين. شفنا في مباراة الخور الفنان الجميل علي عبد الستار، وكمان فهد الكبيسي وعبد العزيز جاسم وحمد عبد الرضا حضروا وآزروا، ولا زال الفريق للأمانة يقدم حتى وإن خسر أمام الغرافة، لكن يقدم نفسه بصورة مثالية ممتعة مع الصندوق السحري زولا. كرة على طول، لكن جمال بالماضي وكتيبتها المدججة بلا أدنى شك لن يبقى مكتوف اليد. نحن أيها الأحبة نتحدث عن جمال بالماضي، وبالمناسبة جمال بالماضي اليوم يلعب مباراته رقم 48 في الدوري مع الأخوية، لأن عنده موسمين سابقين حقق فيها اللقبين أوائل المواسم نادي الأخوية، الآن كرة على طول وهذا الموسم الثالث. لكن تتكلم عن رقم فريد ونادر ورقم عالي جدا محليا وعربيا وعالميا، من 47 مباراة فايز في 30، رقم ممتاز، وخسر في 7 وتعادل في 10، لكنه الآن يتلقى الخسارة الثامنة حتى اللحظة ولن يبقى مكتوف اليد، سيحاول أن يحول ذلك إلى سجله الفريد والنادر محليا وعربيا وعالميا على مستوى النتائج. الفوز والتعادل الخسارة نسبة رائعة من الفوز بالنسبة لجمال بالماضي. كرة على طول لخوخي بوعلام، بوعلام بيمرق كرته بتوصل إلى أقصى الجهة اليسرى، عندنا تقدم لمصعب محمود وبيلعبها على طول، وصلت في المنتصف للوهلة الأولى للعشر دقائق الأولى، تجد انتشار ورغبة بالنسبة للاعبي النادي العربي للأحلام، تحققت أحلامهم في دقيقة وثلاثين ثانية، وبدأ الليدر والقائد خوخي بوعلام يعطي الترتيبات والوصايا من الخلف لكل القائمة العرباوية. كرة على طول تعود إلى حارس المرمى رجب حمزة، بيرسلها عالية تصل لخالد مفتاح، بيرجعها على طول عند محمد عبد الله تريسور على الشمال، مفتاح بيحولها لتشيكو فلوريس، التقدم موجود للجانب الأيمن. أنا شايف يعني لما اليوم جمال بالماضي واضع محمد موسى قلب دفاع مع تشيكو وتريسور على الجانب الأيمن، ربما محمد موسى يعطي الكثير من القوة والإضافة على الطرف. تقدم الآن والكرة تبعد من خوخي بوعلام، وصلت على طول إلى الدفاع في النادي العربي. كرة ملعوبة على الجهة اليسرى مقطوعة بامتياز من نام تاي هي، التغطية حاضرة من خوخي بوعلام والتدخل، والخطأ يحتسب على خوخي بوعلام. نام تاي هي صاحب أو هذا المساكني، والتدخل الماضي من خوخي بوعلام صاحب هدفين من الأهداف الأربعة اللي سجلها العنابي في المالديف في آخر مباراته في التصفيات المزدوجة،
ونتحدث عن المنتخب الوحيد الذي وصل إلى 15 نقطة في التصفيات هو العنابي. خوخي بوعلام سجل جولين، وبالتالي في مطالب عرباوية أن تخليه قدام، لكن يرى زولا أن المكان المناسب وبدأ ذلك من الجولة الأولى واضع خوخي بوعلام في قلب الدفاع. هذا نامتايه أكثر من سجل من اللاعبين الموجودين في مواجهات الفريقين، عند 6 أهداف الآن، عند خطأ في مكان خطير جدا، نار والرأسية تأتي من المساكري، وصلت على طول من يوسف إلى خارج أرضية الملعب. هذا يوسف المساكري، ارتقى للكرة وحولها بالرأس سليما إلى خارج أرضية الملعب. المساكري عند 5 أهداف في دوري نجوم قطر، سجل هدفين في مرمى قطر في المباراة اللي فاز فيها 3-1، وسجل هدفين في مرمى الخريطيات 2 من الأهداف السبعة، وسجل هدف في مباراته الأخيرة أمام السيلية. 5 أهداف، هل هو هداف الدوري حتى الآن؟ الجواب لا. ليش يا كابتن؟ لأن البرازيلي موريكي مع السد سجل اليوم وصار 6 أهداف، وكذلك المغربي حمد الله مهاجم نادي الجيش سجل اليوم جولين، وبالتالي صار عند 6 أهداف، وبالتالي موريكي وحمد الله مهاجمي السد والجيش يتصدرون الأهداف ب 6 أهداف لدوري نجوم قطر. ثم يأتي يوسف المساكني عند 5 أهداف. فلاديمير بايز يتقدم من هذه الجهة، الجهة اليمنى، ويمرر على طول في العمق. عندنا تغيير لعب حاضر من خالد مفتاح على طول المساكني إلى لويس مارتن، البحث مستمر، الكرة بالطول وما تطول ما تطول، ما طالت ما طالت، حلوة كانت فيها، سيطر عليها تريسور، العرضية موجودة وبونتاري بيحط والكرة تبعد وتتخلص في اللحظة الأخيرة من دفاعات النادي العربي. لا زال المساكني الآن موجود وبيمر الكرة، والكرة تنحط حلوة، وبو علام أحلى في هذه اللقطة أنقذها وأبعدها، وصلت على طول لباولينيو مع خطأ يحتسب لمصلحة العربي، ومن نصيب باولينيو صاحب أسرع هدف حتى الآن في الموسم في مرمى نادي قطر. الكرة على طول للجهة اليسرى، انطلاقة لمصعب محمود، وبيعرض كرة وتتخلص وتوصل رمية جانبية لمصلحة النادي العربي. هذا تشيكو فلوريس، كرة على طول بتوصل لمصلحة العربي، جماهير العربي تطالب بالهجوم الكامل، بين قوسين عليهم عليهم كما نسمع الآن هنا في ملعب السد. بالمناسبة هذه المواجهة تعود للقاء في هذا الملعب هنا، لأنك تتحدث عن غياب الموسم الماضي. الموسم الماضي لعبوا في ملعبين، ملعب حمد الكبير، ملعب النادي العربي، وهناك في استاد عبد الله بن خليفة بنادي الأخوية. الآن كرة توصل على طول، والكرة محاولة قائمة لمصلحة العرباوية. باولينيو بتوصل من جديد، باولينيو ياخذ كرة ويتقدم، هوبا، جميلة من الاثنين، المهارة والمراوغة والتقدم والدوران والتسديد بالنسبة لباولينيو، وردة فعل وإن كانت على مرتين لكنها كانت ناجحة من ليكبوت كلودامين. كرة على طول بيحولها وبتوصل إلى دفاع العربي، خطأ لمصلحة خالد مفتاح في هذه الآونة، وخطأ لمصلحة الأخوية، خطأ يحتسب على سيد أشكان، خطأ على أشكان ولمصلحة خالد مفتاح. آخر لقاء جمع الفريقين حدث في الموسم الماضي.
سجل اهداف لخويا نام تاي هي 2 وتشيكو فلوريس هدف. بالمناسبه الهاتريك اللي سجله باولينيو في مباراه الموسم الماضي واللي انتهى 3-3 في القسم الاول، نتكلم عن 3 اهداف للاعب، هي اعلى ما سجل لاعب عرباوي في شباك نادي لخويا. باولينيو الاكثر تسجيلا من لاعبي العربي في شباك لخويا ب3 اهداف، كره توصل على طول، بينما يبقى نام تاي هي الاكثر تسجيلا في شباك العربي مسجلا فيها 6 اهداف. لكن هناك ايضا امر يجب ان نوضحه للمشاهد الكريم، نحن نتحدث عن اللاعبين الموجودين في الملعب وفي الفريقين، لان على سبيل المثال هنا محاوله قائمه لكريم بوضيف والمحاوله تبدو خطيره لكنها الى رجب حمزه. على سبيل المثال لو وضعنا لاعب لخويا السابق ولاعب نادي الريان الحالي سباستيان سوريا لاختلف الامر. سباستيان سوريا عنده 7 اهداف في شباك العربي، لكن نحن الان نتحدث عن المواجهه ما بين لاعب عرباوي ولاعب لخويا. لاعب لخويا نام تاي هي يسجل 7 او 6 اهداف، بينما لاعب باولينيو يسجل 3 اهداف في شباك نادي لخويا. يبقى الان دوترا يسجل اول اهدافه في شباك لخويا، كرة على طول بتوصل من جديد لمصلحة لخويا في الجهة اليسرى. لا، ليست أول أهداف، ثاني أهداف دوترا. الموسم اللي فات آخر مباراة جمعتهم انتهت 3-1 للخويا، 3 لخالد مفتاح ونام تاي هي وإسماعيل محمد، بينما الهدف الوحيد للعربي وهو آخر هدف سجل في لخويا كان عن طريق دوترا. الآن أيضا دوترا يفتتح التسجيل ويتقدم للعرباوية، التقدم حاضر الآن وجميل من المساكري وطلب للكرة وتسديدة مونتاري وردة فعل رائعة للحارس الرائع رجب حمزة على طول بولين يتقدم. هذا دوترا بيحولها وتوصل على طول للجانب الأيمن، انطلاقة حاضرة عن طريق علي جاسمي ظهير الأيمن العصري اللي يقدم أداء جميل في انطلاقاته الهجومية. رود فاني علي جاسمي، الكرة في الجانب الأيمن تبدو خطيرة للعربي، الآن أخطر والكرة على طول عالية من باولينيو ذهبت سليمة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي لخويا. شوف الكرة الماضية اتهيأت حلوة كانت، ولكن بعد ذلك الكرة بعيدة، ردة فعل العرباوية كانت في قمة الغضب على التسديدة البعيدة من باولينيو. باولينيو سدد الكرة الماضية، مرت سليمة، وصلت في منتصف الملعب، ووصلنا إلى الدقيقة 22 والعربي 1 عن طريق دوترا. التقدم الآن موجود والكرة بتوصل إلى ركلة الزاوية لمصلحة نادي العربي. العربي أفضل تكتيكيا، انتشار لما يعطى الوصايا خوخي أبو علام، تاركا تحركات لزيد أشكان ودوترا وباولينيو، الأعمال الهجومية الكاملة لهذا الثلاثي. دوترا افتتح التسجيل وربما يتمكن العربي من إضافة آخر. زيد أشكان على تنفيذ الركلة الزاوية، تذكروا أن سيناريو الهدف بدأ بهذه الصورة والآن بهذه الصورة، والكرة على طول إلى كلودامي، ينجح كلودامي
جلالة، هي كورنر وهي الركلة الزاوية الآن الثانية لنادي الأخوية، وبالتالي يحاول استغلالها نادي الأخوية. المحاولة قائمة وبالرأس، لكن على طول بتوصل للجانب الأيمن لعلي جاسمي. التغطية حاضرة من محمد موسى اللي نجح بالحصول على الكرة الأخيرة. فلاديمير فايس بيمرر كرة ما فيها راية، تبدو خطيرة لمساكني يوسف، بيمرر الكرة على طول، يعود نانتاي للحصول عليها وإبقاء الكرة بحوزة لاعبي الأخوية. تريسور بيمرر مع تشيكو، وصلت على طول لمحمد موسى، بيمرر الكرة بالخطأ إلى أشكان، أشكان بيمررها مباشرة عند عبد الله مبارك العريبي، عادت إلى عبد الله مبارك في خط الوسط، بيمرر للجانب الأيمن في ميجان. شوف الترتيب، لاحظ التناغم ما بين وحدات وعناصر لاعبين النادي العربي، المثلثات تعمل كما يجب بالنسبة لخارطة الطريق لزولا، الطريق إلى مرمى كلود أمين، تحقق الأولى وهل يفعلها في الثانية؟ كرات متبادلة لازالت عرباوية، عادت من جديد إلى رجب حمزة، الكرة عالية وأمامية وبالرأس من أمام باولينيو، مقطوعة لفلاديمير فايز، يتقدم، محاولة قائمة تبدو خطيرة في الجهة اليمنى، لا زالت عند نانتاي، نام بيعلي الكرة بالرأس وتتهيأ، وفي اللحظة المناسبة عبد الله مبارك ينجح بإنقاذ الكرة، الكرة تخطف، لا محمد موسى قال له وقف عند حدك، سأكون موجود للحصول على الكرة، حولها على طول من تشيكو إلى تريسور، محمد عبد الله إلى تشيكو، تشيكو على طول لكريم مضيف في الجانب الأيسر، عندنا مفتاح، مفتاح على طول لفلاديمير فايز، فايز للمساكني، الكرة على طول لعبد الله مبارك العريمي، الكرة في الجانب الأيمن، انطلاقة حاضرة من سيرجيو جونيور دوترا، الكرة فيها تقدم من أشكان العربي والأخوية، قدموا 25 دقيقة فيها عمل، ركض، جري، تكتيك، تقدم للعربي، رغبة للعودة للأخوية، الكرة بالرؤوف، والله حلو، حلوة، يمكن للوهلة الأولى تظنون أنها بعيدة عن المرمى، لم تكن كذلك، شوف الكرة بالرأس من مسافة تتكلم عن خارج الصندوق، يضربها باولينيو، وبعد ذلك الكرة تذهب سليمة على مرمى كلود أمين. والله هذا العرباوي متحمس كثير، لا تلومونا، لا تلومونا، العربي يقدم ويقدم حتى الآن فوز التاريخ الأول، ويقدم كما يرون، رغم أن إحنا لسه في الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، لكن كما يعتقدون أن الفوز على الأخوية له مغانم كثيرة، وأن ما نسبته ما يقارب 20% من الطريق إلى اللقب، هكذا يرى العرباوية، وتحققت الرؤية بالتقدم بهدف مقابل لا شيء. علي جاسمي في الجانب الأيمن يتوغل، ينطلق، يمر وبيحط، والكرة على طول بالطول وتوصل إلى كلود أمين. حلوة المباراة، حلوة كريم بوضيف، مباراة تخليك في الملعب، تخليك في الجو، تخلي الإثارة من الدقيقة الأولى، أعلنها دوترا حتى الدقيقة الأخيرة، حتى صافرة النهاية عند حكم اللقاء السيد سلمان فلاح. كرة على طول من كريم بوضيف، شايف نامتاي هي تراجع لأن وقع في كماشة الدفاع العرباوي، بالتالي عليه أن يهرب من الرقابة ويعطي الرؤية والعبقرية بالنسبة للاعب متعدد المواهب. كرة توصل، عندما كان في فرنسا كان هكذا يسمونه ميسي الصغير، كرة على طول فيها مونتاري يتقدم، والكرة يحصل عليها خوخي بوعلام ويتركها على طول لرجب حمزة، لا شيء بقرار فلاحي بالنسبة لمونتاري في هذا اللقاء. شوف عناوين الصحف، عناوين الصحف، عندك الراية كتبت
الأحلام العربوية تصطدم بتحصينات لخوية، وكتبت أيضا الجمهور والكاتالاتشيو سلاح زولا والقوة الهجومية شعار بالماضي في مباراة اليوم. الشرق كتبت عن هذه قمة القمم، لأن عندنا اليوم كان مباراة السد مع نادي قطر، نجح السد بالفوز 2-1، وعندنا كان مباراة الجيش مع الغرافة وفاز الجيش 4-1، لكنها وصفت هذه المباراة بقمة القمم. صحيفة العرب وصفت هذه بالسهرة الممتعة الجميلة، وهي كذلك للأمانة بعد مرور 28 دقيقة ينجح دورترا بالتقدم بهدف، ويجعل أنظار الناس خلف الشاشات أو هنا الحاضرين في ملعب نادي السد، يجعل الأنظار كلها متجهة إلى الدقائق القادمة وإلى السيناريو التاريخي الأول اللي يحدث بفوز حتى اللحظة للعربي على الأخوية. كرة على طول للجانب الأيمن، جاسمي يحاول حصد الكرة، لكن التغطية حضرت من تشيكو، عادت الكرة إلى خوخي بوعلام، بوعلام على طول للجهة اليسرى، انطلاقة حاضرة بالنسبة لمصعب محمود، بغير لعب مصعب للجانب الأيمن لمصلحة رودفاني، على طول علي جاسمي، عادت من جديد وعلام إلى رودفاني، حكم اللقاء أمل سيطرة اللعب، لكن ستخرج الكرة للاطمئنان على اللاعب علي جاسمي. سلامات لعلي جاسمي في الكرة الماضية مع كريم بوضيف، هذا التدخل الماضي من كريم بوضيف. سلامات لعلي جاسمي، هدي شوية يا كابتن، يا كريم بوضيف انت كابتن الفريق، وللأمانة يعني كريم بوضيف من اللاعبين اللي يلعبون كرة قدم لعب رجولي واكثر من ذلك، لان لاعب في موقع الساتر الدفاعي دائما يتطلب الحماية لنفسه وللفريق، وبالتالي تكون الأنظار عليه زي ما يقولوا رمانة الفريق، زي ما يقولوا هو الساتر الكامل للخط الدفاعي. زولا يعطي وصايا في هذه الآونة لعادل لامي، زولا في مباراة حتى الآن للأمانة تقدم عرباوي من الزمن الجميل للأمانة، وتقدم موسم من الزمن الجميل في كرة القدم القطرية. لما تشوف الدرع ما بين السد والعربي والأخوية، واليوم يحسب حساب الجيش اللي صار الثالث، واليوم يحسب حساب يعني الريان في الصدارة، السد، الجيش، الأخوية، الآن يدخل العربي. الله، لكن كلود أمين أنقذها هذه المرة. الكرة تبعد، عادت من جديد، تبدو متاحة للعربي عند مصعب محمود، حطها حلوة وتعلت عالية، ممكن ترجع، لا، حكم المباراة يقول إنها خرجت في طريقها إلى الملعب، كانت قد خرجت خارج الملعب، وبالتالي ركلة مرمى ملعوبة على طول لمصلحة الأخوية، سرعان ما وجدت عادل لامي. لاحظوا الاستعجال في فريق الأخوية، الاستعجال موجود في إرسال الكرات للأمام،
سواء باتجاه المساكني أو منتاري أو حتى كرات لا تمر لا بنام تايهي ولا في فلاديمير فايز. هذا على غير المعتاد، وللأمانة يظهر لي بأن وصايا جمال بالماضي لا تطبق في أرضية الملعب. لا يمكن أن تلعب كرة في نادي الأخوية ولا تمر بأحد اثنين، فلاديمير فايز أو نامتاي. هذا هو فلاديمير. فلاديمير الآن مرت الكرة على طول، لكن الكرة عند سيد أشكان. سيد أشكان الكرة بيحاول يتقدم فيها، وصلت إلى علي جاسمي، إلى سيد أشكان. مر 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 ومر الكرة إلى باولينيو، وباولينيو يطلب التحرك. التحرك من مصعب محمود طارت عليه، والكرة على طول إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لمصلحة نادي الأخوية. نامتاي على طول ماتريسور، الكرة توصل للمساكني. شوف متراجع وين واصل. مونتاري تائه في خطأ على مونتاري. هذه فيها فاول على مونتاري وخطأ لمصلحة الأخوية. 34 دقيقة أيها الأحبة في كل مكان، مشاهدي قناة الدوري والكاس، نحن في قمة القمم في الجولة الخامسة. العربي 1 لا شيء للأخوية. نحن نتحدث عن تقدم عرباوي، ونحن نتحدث عن لقاء الآن فيه هجوم للعربي كذلك. دوترا بيحول كرة على طول لمصعب. مصعب محمود بيحاول يتقدم. التغطية حاضرة من دفاعات نادي الأخوية. النتيجة الأعلى والأكثر أهدافا في مواجهات الفريقين في الموسم، مش اللي فات، قبل اللي فات، كم؟ 5-2 لمين؟ طبعا للأخوية، لأن كما ذكرت لكم سابقا في الدوري لم ينجح العربي في الفوز في المواجهات العشر السابقة. 6 انتصارات الأخوية و4 تعادلات. من الست انتصارات فيها أكبر فوز في المواجهات المباشرة، خماسية للأخوية عن طريق محمد موسى سجل هدف، نامتاي هي سجل هدفين، المساكني هدف، وسباستيان سوريا هدف، وبالتالي 5 أهداف مقابل هدفين للعربي. هدفين العربي سجلها ماركوني أميرال وفاندرلي. كرة على طول إلى خارج أرضية الملعب، أبعدها عادل لامي. انضباط دفاعي يجد التحية من الصندوق السحري. الله، زولا هنا بيننا في دوري نجوم قطر. يا لها من صورة تاريخية رائعة. يستحق حقيقة العربي التحية أن قدم هذا اللاعب الأسطوري في إيطاليا أن يكون بيننا. زولا الثعلب القصير. زولا الآن محاولة، وفلاديمير هيئة حلوة. شوف اللعبة الحلوة. اي والله، اي والله، شجع من شئت واستمتع بالأخوية. هكذا هي الكرة، الكرة الجميلة اللي يقدمها جمال بالماضي يقدمها الأخوية. كرات متبادلة انتهت للمساكني، اسكنها الشباك، اسكنها المساكني وسكنها في الشباك، وسكن هدف التعادل في مرمى العربي، وسكن المساكني في هذه الصورة في صدارة الهدافين مع موريكي ومع المغربي حمد الله، مع لاعبي السد والجيش. سجل عندك يا مشاهد. المساكني يسكن في قائمة التهديفية، وكل منهم 6 أهداف يمكن يتقدم. أوبا،
حلوة حطها يوسف المساكلي، لكن الكرة على طول توصل إلى ركلة مرمى للعربي. شوط أول يقطع أنفاس مع الحماس مع الكرات مع فما بالك الجماهير الحاضرة في الملعب تؤازر تشعر مع التقدم اللي جاء فيه العربي بهدف عن طريق دوترا. عادل المساكني وصارت 1-1. المباراة ازدادت جمالا وحلاوة وأداء ورونقا ومتعة، وبالتالي هي 1-1. الكرة توصل تعادل تاريخي بهذه النتيجة، لكن لا أظن أن يستمر الحال بهذه الصورة. المباراة السيناريو الركض في الملعب الرغبة وصايا زولب وجمال بالماضي، كل ذلك يؤشر بأن هناك المزيد إن لم يكن خلال 7 دقائق فقط باقية في الشوط الأول، فإن الأمر لن يطول في الشوط الثاني. تشيكو فلوريس يتقدم، يبدأ البناء عن طريق كريم مضيف أو لويز مارتن، غير لعب الكرة لتريسور مقطوعة لمصلحة العربي، خطأ يحتسب الآن، والخطأ عند عمر أحمد العمادي يكسب خطأ. تريسور بيرجع كرة للخلف، بدأ هجوم لا يلام عليه اللاعبين بعد 39 دقيقة بالتمام والكمال، ركض بلا توقف. كرة كريم مضيف، الكرة على طول لفلاديمير بايز بيسحب. الموسم الماضي وهو يقدم أداء للأمانة وعرض مشوق خرافي، لاعب من الخرافة أن تراه في هذه الآونة بلمساته روائع روائع لا يقدم، إنها رائعة فلاديمير فايز في الهدف اللي ما دائما روائعة لا حدود لها. 2 للأخوية. التاريخ إذا يعود ليكون كوضعه الطبيعي ومكانه الطبيعي، وعاد العربي إلى الوضع الطبيعي في مواجهات الأخوية. التاريخ يقول العربي لا يفوز على الأخوية في ال10 المباريات الماضية. 6 انتصارات للأخوية و4 تعادلات الآن سجلوا لو استمر الحال الانتصار السابع للأخوية. لكن ألم أقول لكم قبيل دقيقة فقط أن المباراة موعودة بأهداف، وسجل فلاديمير وتقدم لأخويا. أيضا أقول لكم أن العربي قادر على العودة وأن الأهداف ستكون حاضرة إن لم تكن خلال 4 دقائق باقية في الشوط الأول، فحتما ستراها في مطلع الشوط الثاني. مباراة قمة القمم وأمسيات الأمسيات، والسهرة الجميلة أوفت بوعودها في شوط واحد حتى الآن. كرة توصل للخلف عند رجب حمزة، بيخليها لخوخي بوعلام. رود فاني صعب أن تصمد أمام لخويا صراحة، صعب في لخويا لا تعرف من أين يأتيك الخطر، هل من فلاديمير فايز؟ لا يسجلكم، هل من نامتاي؟ هو متخصص ودائما ما يقدم العروض الفريدة وشايل فريق. هل من المساكني؟ هل من مونتاري؟ هل من لويز مارتن؟ ما لا يمكن لك أن تعرف من أين يأتي الخطر في نادي لخويا، وبالتالي
الصمود وإن تقدمت على الأخوية يبدو هذا أمرا صعبا للغاية. وهذا ما حدث في الشوط الأول. يا ترى كيف سيتعامل سولم مع هذه الأوضاع ومع هذه القوة في الأخوية ومع تقدم الأخوية بهدف مقابل لا شيء. كرة على طول لكريم بوضيف، حولت من لويس مارتن إلى خالد مفتاح. مفتاح بيلعب كرة نامتاي، نامتاي بيمرر الكرة على طول نامتاي. الله على نام، حطها كذا بس عيون بالكامل مفتاح، لكن مقطوعة من مين؟ من بوعلام. تذكر أنه مهاجم فهاجم ومر الكرة على طول. طبعا فرصة للأخوية للانتظار، الفرصة موجودة والتغطية حاضرة من عادل لامي، لكن الكرة لا زالت خطورتها. مونتاري الآن بدأ الأخوية يستمتع باللعبة، يستمتع الكرة على طول. خطورة الأخوية لما يستمتع باللعبة للأمام. شفنا كرات نامتاي وباص عيون ويطالع يمين ويمرر شمال. الموضوع كمان تكرر مع مونتاري، هذا دليل على الراحة للاعبي الأخوية، وهذا دليل على أنهم بدأوا يستمتعون بالمباراة وبالسهرة. وبالتالي للأمانة العربي ربما يواجه متاعب وصعوبات، وربما لا تنتهي النتيجة بهدفين مقابل هدف إن لم يتعامل زولا مع هذه الحالة الفنية العالية للأخوية. تشعر أنه في يومه الآن والمساكني في يومه، ويتقدم والكرة على طول بتصطد وتوصل إلى عادل لامي، يحاول يحصلها قبل ما تطلع وتوصل إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الأخوية. ملعوبة على طول للويز مارتن، بيمرر لتشيكو، تشيكو بيحولها. هنا محمد موسى، موسى بيغير لعب إلى خالد مفتاح. الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، شوط لا أظن أن حكم اللقاء السيد سلمان أحمد فلاحي حيحتسب أكثر من دقيقتين، يمكن دقيقة هي الدقيقة اللي أصيب فيها علي جاسمي لربما. عدا ذلك المباراة متعة وحالة تسلل حاضرة على المساكن. راية مرفوعة على يوسف المساكني، 6 أهداف مع موريكي وحمد الله. لاحظ الإعادة وحالة تسلل على المساكني، لا أظن أن فيها حالة تسلل، لقد انتظر بما فيه الكفاية. يقول للمساعد ناظر شوي وطالع الكرة على طول، طالع فيها الأخوية للهجوم لنامتاي. الآن يتحرك فيها نام في الجانب الأيمن. نامتاي هي مايسترو للأمانة، هذا عازف وليس لاعب كرة قدم، هذا عازف بمر الكرة فلاديمير، لكن الكرة بتطول على العازف نامتاي، ما وصلت، هي بعيدة كانت على نامتاي، لكن الكرة ملعوبة. لاحظ ضغط على حامل الكرة موجود من لاعب الأخوية حتى في الوقت بدل الضايع من الشوط الأول، وحتى والأخوية يتقدم بهدف مقابل لا شيء. وعلام بيلعب كرة على طول، دقيقتين إذا كما توقعنا، احتسبها حكم اللقاء، مرت دقيقة وباقي مثلها يهاجم العربي وتتسدد بعيدة، بتروح ركلة مرمى لمصلحة نادي الأخوية. هكذا يبدو الشوط الأول. بدأ زولا بالمفاجأة في دقيقة ونص، سجل دوترا التقدم، لكن خوخي بوعلام وجمال بالماضي وبعد ذلك الوصايا اللي جت لنامتاي وفلاديمير فايس والمساكني والمونتاري على طول قلبت الطاولة ونجح أولا المساكني من تسجيل هدف، وثانيا فلاديمير فايس سجل الهدف وهو رابع أهداف فلاديمير فايس في دوري نجوم قطر، هدف في قطر وهدفين في الخريطيات، والآن يسجل رابع أهدافه وهدف التقدم. 2-1 لنادي الأخوية بهذا السيناريو الممتع لروائع فلاديمير فايس، هكذا يتقدم بهدفين.
شكرا للخبراء الفضلي والسويلم. حديث فني كامل عما دار في الشوط الأول. السيناريو الذي حدث وتقدم فيه زولا على جمال بالماضي، تقدم بهدف دوترا، لكن بعد ذلك وعن طريق المساكني وعن طريق لافلادي فلاديمير فويز نجح نادي لخويا مع متعة، مع معزوفة، مع مزيكا قدمها في النصف الأخير من الشوط الأول، وبالتالي تقدم جمال بالماضي بهدفين مقابل هدف واحد. شوط أول كان ممتع وممتلئ بالأداء الجميل، بالذات الجزء الأول العرباوي اللي قدم فيه كرة حية وتقدم في المباراة، لكن بعد ذلك أمسك لخويا بزمام الأمور وتقدم بهدفين مقابل هدف. لا زال الحال الفني على مستوى الأوراق وقائمة اللعب في قائمة زولا كما هي. رجب حمزة معتمدا كذلك على الواضح في الصورة، أبو علام في الدفاع مع رودفاني وعادل لامي، في الجهة اليمنى سترى علي جاسمي، وفي الجهة اليسرى مصعب محمود، معتمدا على المحاور عبد الله مبارك وعمر أحمد العمادي، ومعتمدا على السيد أشكان ودوترا وباولينيو في أمور الهجوم بالنسبة للعرباوية. هل ينجح هذا العمل بالنسبة لنادي العربي بالعودة إلى المباراة، أم سترون كما يرى جمال بالماضي وكما يرى المتابعين أن نادي لخويا عندما يتقدم يستمتع وعليك فقط مشاهدة مرمى الخصم؟ هذا الأمر سيجير لهذه القائمة. كلود أمين في حراسة المرمى، ومحمد موسى وتريسور وتشيكو ومفتاح في خط الدفاع، مارتن وكريم مضيف، نامتاي فلاديمير فايز لمساكني ومونتاري بالنسبة لنادي لخويا في الهجوم. هذا العرض أتمنى أن يبقى مستمرا وقائما في الشوط الثاني كما استمتعنا فيه في الشوط الأول. يبدأ العربي بالهجوم وسيد أشكان يحصل على خطأ الآن، خطأ على تشيكو فلوريس. شوف الكرة الماضية ولاحظ التدخل على سيد أشكان، وبالتالي خطأ لمصلحة العربي. هو حكم اللقاء لم يرفع فيها بطاقة، ومع ذلك سيد أشكان يحتج رغم أن الخطأ كان واضح لمصلحة سيد أشكان. الكرات الثابتة قد تفي بالغرض بالنسبة للعرباوية والجماهير الحاضرة هنا في ملعب السد. خطأ على التنفيذ علي جاسمي، علي جاسمي، وعندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة بخمسة قمصان بيضاء عرباوية داخل الصندوق، لعل أبرزهم المتقدم خوخي بوعلام، وجاسمي بيحول كورة وبقبضة اليد ينجح في إبعادها كلود أمين إلى ركلة زاوية لمصلحة العربي. كورنر لعربي، جماهير العربي تعطي المؤازرة الآن وهي تمني نفسها بالعودة إلى المباراة. كلود أمين في الكرة الماضية رفض ذلك، لكن الخطر لا زال قائم ودوترا في الصورة. الكورنر عند سيد أشكان بيحولها عالية وتوصل رودفاني ويهيئها من ثاني، ولا زالت الكرة جاسمي، والكرة على طول على طول على طول كلود أمين ينجح بالحصول على الكرة الماضية. يبدأ الشوط الثاني مستمرا بالعزف والمعزوفة والمزيكا اللي قدمها الفريقين في الشوط الأول. كرة على طول من نامتاي، تغيير لعب حاضر من لويس مارتن باتجاه فلاديمير فايز. فايز يحاول يتقدم، بيمر كرة حلوة مع المساكني ومع نامتاي، التغطية الدفاعية والخطأ بعد ذلك يحدث من رودفاني. عادت الكرة للخوية على الجهة اليسرى، عندنا انطلاقة من نامتاي، لعيب 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 لعيب، الكرة على طول بتوصل
ورود فاني مباشرة. البعض يرى أن رود فاني دوترا سيد أشكان على الأقل قيم احترافية أقل مما هي موجودة عند القيم الكبيرة في المحترفين بالنسبة لنادي لخوية. وبالتالي لكن العربي الآن وعلي جاسمي بيحضر كرة وعلى طول تنحط، ومحمد موسى يتدخل في التوقيت المناسب لإنقاذ الكرة الماضية. كرة على طول لكريم مضيف، محاولة قائمة لمصلحة مونتاري. مونتاري في الجانب الأيمن لنامتاي، نامتاي يحاول يمر، التغطية حضرت في التوقيت المناسب بالنسبة للاعبي العربي مع إصابة أحد اللاعبين، مع انتظار للاعبي لخوية لعودة إلى الملعب. فعلا موجود ولا زال الأعمال بالنسبة للأخوية، وخطأ عند فلاديمير فايس. الخطأ يحتسب على عبد الله مبارك العريمي، خطأ لمصلحة مونتاري. مونتاري لا زال يبحث عن أول أهدافه في دوري نجوم قطر، لأن حتى الآن ما سجل. 3 أهداف في مرمى قطر، 2 المساكني و1 فايز. 7 في الخرطيات، 2 المساكني و2 فايز، 1 نمطاي، 1 مفتاح، و1 محمد رزاق. وثنائية فيسيلية لكريم بوضيف والمساكني، وأهداف اليوم سجلها المساكني وفلاديمير فايز. فايز سجل 4 أهدافه، المساكني هدفه 6، وبالتالي عندنا خطأ. الخطأ لويس مارتن يسعى لأن يسجل ويسدد، كذلك نامتاي يحاول فلادي الآن. أوبا، حلوة حلوة جميلة فعلا من لويس مارتن، لكن الكرة على طول اعتلت العارضة، كانت قوية بصورة مثالية بالاتجاه إلى المرمى، لكن الكرة اعتلت العارضة في طريقها، وبالتالي تذهب إلى سلامات. ما الذي يحدث في أرضية الملعب؟ لاحظ الكرة الماضية، شايف على طول في حديث ما بين تشيكو وخوخي وعلام، الحديث حكم اللقاء السيد سلمان أحمد فلاحي يطلب من خوخي بوعلام الهدوء، ويتحدث مع قائد العربي بوعلام، وسيدوي شيئا من ملاحظات. بطاقة صفراء على رود فاني، يبدو أن رود فاني مع تشيكو في لاحظ هذه. برافو والله مخرجنا حمد الكواري، جاء صادك يا رود فاني في لقطة مع تشيكو، كلمة من هنا وكلمة من هنا. رود فاني مد يد تشيكو، استغل الموقف وأسقط نفسه أرضا. حكم اللقاء أعطى رود فاني بطاقة صفراء. على طول الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة لخوية. سلامات مفتاح واقع على أرضية الملعب في اصطدامه الأخير مع علي جاسمي. سلامات لمفتاح، صاحب هدف وحيد حتى الآن في الدوري من السباعية اللي في شباك الخريطيات. خالد مفتاح بالسلامة إن شاء الله. عدد من قائمة البدلاء في نادي لخوية يجرون عمليات الإحماء، لعل هذا الأبرز علي حسن عفيف. بينما وصايد أو حديث جانبي ما بين جمال بالماضي وعادل، لقطة مختلفة تماما عن المباراة. حديث ما بين مدرب لخوية ولاعب العربي، ما بين جمال بالماضي وعادل لامي، يجمعهم من الود والعمل سابقا الكثير. بينما هنا زولا، عموما هل لدى زولا من خيارات لإعادة العربي إلى
نقاط المباراة ونتيجة المباراة عند يعني علي شعبان كحارس بديل لرجب حمزة، لكن من الخيارات عبد الله معرفي لاعب خط الوسط المميز. عندنا أحمد صالح خلفان بالمناسبة، أحمد صالح خلفان نتحدث عن لاعب يسجل 3 أهداف في مرمى لخوي، حال حال باولينيو اللي مسجل كمان هو الآخر 3 كأكثر لاعبين يسجلون في شباك لخوي. يعني لما تتكلم مثلا عن لاعبين يسجلون قد تعطيهم الفرصة، اللاعب المحظوظ عملة مهمة في كرة القدم، اللاعب اللي عنده حاسة تهديفية حتى وإن لم يكن بالقيمة العالية، لكن يجب إشراكه لأنه قد يغير المباراة ويكون عامل مهم في تسجيل الأهداف. كذلك عند يوسف أحمد تكلم عن بدلاء العربي. عندنا محاولة قائمة للأخوية وفرصة عند نامتاي، ونامتاي ينتظر المساكني، أعطاه على طول للمساكني وتتهيأ لفلادي، لكن من أمام فلادي ميرفايز ينجح الآن علي جاسمي بالحصول على الكرة، توصل للجهة اليمنى ملعوبة لمصلحة العريمي. خوخي بوعلام خاطئة من بوعلام، مقطوعة، فرصة الآن، فرصة الآن لمونتاري، مونتاري حيحطها على اليمين، حطها فعلا عند نامتاي، نامتاي من المساكني، نامتاي أوبا، الكرة فضل استقبالها فلاديمير فايس، فايس يحاول استحواذ على الكرة، الكرة فيها تسديدة بعيدة من لويس مارتن إلى ركلة مرمى لمصلحة العرب. مرور قرابة 57 دقيقة من عمر المباراة، وزولة زولة، وكما قال عنه السير يوما سير أليكس فيرجسون، يقول رأيت لاعبين لكني لم أرى لاعبا يلعب من أجل الاستمتاع ويضحي بكل شيء من أجل كرة القدم مثل جان فرانكو زولا. هكذا يعبر السير أليكس فيرجسون عن أيام زولا الرائعة جدا للثعلب القصير كما يلقبون الصندوق السحري، عندما قدم صور رائعة بالقميص الأزرق، القميص رقم 25 مع تشيلسي. كرة على طول إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، محاولة زالت قائمة، الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي لخوية، الكرة للخلف عند محمد موسى، محمد عبدالله تريسور أرسل كرة خاطئة تصل إلى أبو علام في المنتصف، تقدم من عمر أحمد، محاولة قائمة للعربي بلا عنوان سوى أنها ستجد مفتاح يتركها إلى رمية جانبية لمصلحة نادي لخوية. مباريات هذه الجولة، الريان نجح بالفوز بالرباعية على الخور وتصدر دوري نجوم قطر ب 15 نقطة، العلامة الكاملة. الأهلي الخراطيات حبايب 2-2، سيليا نجح بالفوز على الوكرة 2-1، وبالتالي سيليا أصبح في المركز الثامن، بينما نادي أم صلال فاز بالثلاثة ونجح باحتلال المركز السابع. بينما مباريات اليوم، رباعية للجيش في الغرافة، الجيش رفع رصيده إلى المركز الثالث وحصل على 11 نقطة، بينما السد نجح بالاحتلال المركز الثاني ب 13 نقطة بعد فوزه على نادي قطر. شوفوا هذه آخر سهرة في الجولة الخامسة، لكن الأسبوع الجاي يا ناس، يا عالم، يا عرباوية، يا عرباوية، يوم الخميس، يوم الخميس الجاي
الراقه الشعبيه الريان العربي يوم الخميس، لكن العربي خاطره خاطره ما يوصل يوم الخميس الا مقدم نتيجه ايجابيه نقاطيا ومعنويا. كره على طول من مصعب محمود بتتحول الى علي جسمي يفكر يمر فلاديمير بايزا الصيحان، الكره في النهايه خطفها فلادي خطفها فلادي وصلت مقطوعة من جسمي عاد مباشرة للخلف توصل علي جسمي لا زال يتحدث مع الحكم مساعد مطالبا بلمسة يد على فلاديمير فايز. عندنا مخرجنا الرائع اليوم حمد الكواري ما راح يفوتها، حيجيبها لك يا علي جسمي، لك شوف الكرة وين، جيبها من الشبكة يا كلودامي. أربعة أهداف مباراة فيها 2-2، التقدم الآن حاضر للعربي، والله حلوة أمسية وسهرة ومتعة. يا الله الله يا هذا العربي، إي والله العربي، طقطقات لمسات سيطرة كرات بينية للأمانة حتى الآن. وبعد مرور 63 دقيقة بالتمام والكمال، شكرا لأخويا، شكرا للعربي على ما قدموه من عرض ممتع. نحن نتحدث في مساء الأحد، مساء مليان مباريات أوروبية ومباريات عربية، والتلفاز اليوم الريموت في يد المشاهد. نعم، لكن أعتقد أن مباراة لأخويا والعربي في دوري نجوم قطر خطفت المشاهدة، وهي تخطف للأمانة في دوري الأضواء هذه الأضواء الآن بالنسبة للمشاهدة الكروية الممتعة الرائعة والرباعية الأهداف المتعادلة بالنتيجة 2-2. الكرة على الجانب الأيمن، جسمي مر ومرر، ولا زالت علي جسمي مرة أخرى يستحوذ على الكرة في الجهة اليمنى، يفكر يعلي، اصطدت فيه مرة ثانية وكسب فاول، كسب فاول أمام لويس مارتن. العربي تغير حاله، يمكن أول 20-25 دقيقة في الشوط الأول لعب هالأداء، بعد كذا لأخويا قال له خليك على جنب وأعطيني الكورة و
وطلعت كل اللي عندك خلاص انا حالعب. سجلت جول اسجل جولين. خلص على الاخوي على الشوط الاول 2-1. زولا قال للاعبين هذا مش كل اللي عندكم، هذا عندكم اكثر، وهكذا نجح بالعوده للمباراه عن طريق نفس اللاعب دوترا. والجماهير الان العرباويه تتفاعل رغبه في التقدم. بو علام يتقدم والكره الان توصل، وبو علام يسدد ومن ثاني خلفيه والخطوره والكره تعود مصعب محمود ارسلها بعيده. شوف الحماس، شوف الحماس والتصفيق والشال العرباوي، الشال العرباوي الان يرفرف مع تصفيق الجماهير. للامانه من توقع عودة للعرباوية؟ لقد فعلها زولا وعاد. من توقع أن العربي قادر على إحراج كتيبة مدججة من الأسماء والنجوم واللاعبين الرائعين؟ هذا لا يعني أن تعادل العربي أن المباراة انتهت، أو أن العربي قادر على التقدم مثلا. فالأخوي يعرف كيف يعود، ويعرف كيف يفوز، ويعرف كيف ينجح في المباراة. المباراة الآن بهذه الصورة الفنية لا تجعلك تجزم بأن أحدا سيفوز مثلا، لكن العربي الآن لو حطها على الشمال حطها. يعود الآن بهذا المعنى. هكذا يعبرون الكرة على طول، لكن الليل ما سرى يا جماهير العربي. أنت أمام الأخوية والثلاثة للعربي مقابل اثنين. الكرة على طول لرجب حمزة. مباراة في الملعب في الميدان بهذه النتيجة، العربي يتقدم 3-2. كرة على طول بتوصل للجانب الأيمن لمصلحة لويس مارتن، على طول لكريم مضيف. كريم بيحولها لمفتاح في الجهة اليسرى، مفتاح بيمرر ويمر، لكن التغطية حاضرة من رود ثاني. الكرة توصل على طول، يتقدم من خلالها باوليني، والله على الانطلاقة الآن من سيد أشكان في جهة اليسرى. البحث مستمر، التغطية حاضرة أمام لاعبي العربي. العربي بهذا الأداء أرسل الخوف والرعب للأمانة للفرق الأخرى. لقد قدم أداء في الشوط الثاني. الله 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 على الانطلاقة من عادل لامي، يكسب منها رمية جانبية في هذه الآونة للعربي. العربي يقول الوعد الخميس يا ريان، وما بين الريان والعربي كلاسيكو سيشد الأنظار، بينما هنا جمال بالماضي يستدعي أول أوراقه. اسمع
أخرج لويس مارتن، هذا يعني أن جمال بالماضي سيعتمد فقط على كريم بوضيف في المحور. لاحظوا محاولات لخوية كانت داخل الصندوق، أربع منها واحدة من الجهة اليمنى وثلاث في الوجه المباشر لرجب حمزة. كرة على طول، محاولة قائمة للعربي. العربي حاول بست كرات في الشوط الثاني، منها أربع من العمق وواحدة من اليمين وواحدة من الشمال. التنوع في اللعب، الخطورة من كل الجهات بالنسبة للعربي في خط المقدمة. عندنا تبديل للعربي. أنا شايف من هنا عبد الله معرفي كما يبدو يستعد للنزول، أو محمد شعبان. نعم، محمد شعبان يستعد للنزول كأول أوراق الصندوق السحري. للأمانة أخرج من صندوق العجائب عمل عجيب في الشوط الثاني. نزول لمحمد شعبان وخروج لعمر أحمد العمادي في هذه الآونة. الأستاذ العزيز أحمد الشافي اللي دائما هو المشرف العام على الكرة في النادي العربي، واللي أطلق الكثير من الدعم الجماهيري لحضور هذه المباراة، وقال سنقدم مباراة رائعة وغرت. لاحظ تسديدات للعربي، يعني من تغريدات أخذها تغريدات الأستاذ العزيز أحمد مبارك الشافي، اللي أعتقد الآن وهو يتابع المباراة ويتذكر ما وعد به الجماهير بأننا سنقدم مباراة رائعة. فعلا يقدم ذلك الآن، وشعبان من أول لمسات يحاول والكرة على طول. يعني كتب أحمد الشافي يقول بإذن الله نقدم المباراة الرائعة، وأنها مرحلة إعادة الثقة للاعبين في مباراة لخوية، ونحن بأمس الحاجة للجماهير في مباراة اليوم ولن نخذلك. هكذا عبر في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشرف العام على الكرة أحمد مبارك الشافي، اللي دائما خلف النادي العربي في الدعم الجماهيري والمؤازرة كذلك في المدرجات. الكرة على طول توصل، مباراة رائعة يقدمها العربي، لكن أمام لخوية لا يمكنك أن تقول أن المباراة انتهت. والكرة العرضية على طول، ينجح إسماعيل محمد الآن بالحصول على الكرة ويحصل كذلك على خطأ. حصل أشكان على بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على سيد أشكان. الخطأ من نصيب تريسور في هذه اللقطة، وتدخل سيد أشكان. قرار سليم من حكم اللقاء سلمان فلاحي. 17 دقيقة فقط باقية على نهاية المباراة. رجب حمزة حامي مرمى العربي، و33 متر ما بين رجب ونامطايه. نامطاي على تنفيذ الخطأ لنادي لخوية. نامطاي يطالب بإرسال الكرة داخل الصندوق ويطالب بالتحفز، لكنه ذكي حول الجانب الأيمن. الكرة تتعلق تبعد في اللحظة المناسبة من دفاعات العربي إلى رمية جانبية. سيناريو غير متوقع يحدث، كيف نتوقع ما الذي سيحدث خلال الدقائق القادمة؟ رجب حمزة ينجح بالإمساك بالكرة، والعربي ينجح بتحقيق حلم لم يتمكن منه طوال المواجهات ما بين العربي ولخوية العشر السابقة والكاملة في مواجهات العربي ولخوية في الدوري، أن يفوز العربي فوز أول حتى الآن. لكن حتى يتحقق ذلك عليه الصمود طوال 16 دقيقة في الملعب. الآن عندنا محاولة للخطة. دوترا اليوم يقدم مباراة. أوه،
يقدم نفسه بصورة، واليوم دوترا في يومه، وبالتالي كريم بوضيف وجد متاعب ووجد مصاعب في الإيقاف من الحد من القوة اللي يقدمها دوترا. كذلك فلاديمير فايز نال بطاقة صفراء. لاحظ الكرة الماضية، الكرة اللي دوترا ما بين اثنين مر ثم جاء كريم بوضيف. هذه اللقطة دوترا وقع عرضا، هذه اللقطة اللي تعبر عن استياء لاعبي العربي من تصرف كريم بوضيف. كريم عنده بطاقة صفراء سابقة وأخرى نالها، وبالتالي الأحمر احمرت أمام جمال بالماضي. أحمرنا أصلي، هاشتاج العربي، هكذا يعبرون فيه وهكذا ينجحون. يا لها من أجواء في هذه الجولة تجعل من دوري نجوم قطر استثنائي في هذا الموسم. عندما يكون في صراع بين السد والريان، الريان أولا السد والجيش، والعربي الآن سيحتل المركز الثالث بعد الريان والسد بهذه النتيجة، وكذلك الجيش والصراع كذلك. الأخوية نذكر الأخوية لديهم مباراة مؤجلة مع الغرافة. هذا وزيدك من الشعر بيت. إيش عندك يا معلم يوم الخميس؟ مين ومين؟ العربي والريان، الكلاسيكو، الكلاسيكو، ويأتي هذا الكلاسيكو والديربي الكبير في صراع الصدارة. هذا لم يكن منذ التسعينات في دوري نجوم قطر. الكرة على طول لكلود أمين. طيب إيش في كمان؟ كمان لخويا. ليش لخويا؟ مين حيقابل؟ حيقابل يوم السبت مين؟ الجيش. وهذا أيضا الديربي الحديث للكرة القطرية، يجعل من دوري نجوم قطر الجولة الجاية على أحر من الجمر، على صفيح ساخن، للأمانة على صفيح ساخن، ساخن بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنه موسم استثنائي في هذه الجولة، والجولة الجاية فعلا ستجعل ملاعب في دوري نجوم قطر متابعة من الكرة. عندك مباريات الوكرة مع الغرافة، مسامير الخريطيات، الريان العربي يوم الخميس، ويوم الجمعة الأهلي مع نادي قطر، لقاء أيضا عريق، السد مع الخور، السيلية مع أم صلال. أما سهرة يوم السبت لوحدها بين الجيش والأخوية، الأنظار تتجه لمباريات الريان العربي الخميس والجيش والأخوية يوم السبت. نجم المباراة الأول بلا منازع إنه دوترا، الهاتريك، هكذا سجل الهدف الثالث والتقدم، وهكذا عبر بالثلاثية. إنه يغادر أرضية الملعب الآن في تبديل للعربي الثاني للسيد زولا. عطني مين اللي نازل، مخرجنا حيعطينا مين اللي نزل الآن مكان نجم المباراة دوترا. الكرة على طول بتوصل لمصلحة العربي، خطأ العربي أمامه 11 دقيقة بس إذا أراد الصمود. طبعا زولا يرغب الآن بإغلاق المنافذ والسيطرة على المباراة، ويدفع يوسف أحمد إذا لتنشيط خط المقدمة وإجراء. عندنا خطأ، أو ربما يفكر باستغلال النقص العددي بعد طرد كريم بوضيف. مونتاري يحتج بطريقة التصفيق على قرار حكم اللقاء، لكن خطأ في النهاية العربي. رجب حمزة لخويا يتلقى الخسارة الأولى حتى الآن في دوري نجوم قطر. كرة توصل على طول، الكرة من جديد، وخطأ للعرب، خطأ على تشيكو فلوس باعتقاد. ربما البعض يخالفني الرأي، لكن أعتقد أن الغالبية سيتفقون معي أن هذا الفوز للعربي لا يسعد العرباوية،
أكيد يسعد السداد، يسعد الجيش، يسعد الغرافة، يسعد الريان، من كان الريان يجعله في منافسة يوم الخميس مع العربي، يسعد جميع الأندية. تعرفون الأخوية الغول الذي أرعب الجميع وأخاف الجميع والتهم كل شيء في أربعة ألقاب من آخر المواسم الخمس التي عاشها في دوري نجوم قطر. الآن هنا محاولة والكرة قائمة والكرة العرضاوية، ومرة ثانية ركلة مرمى، ركلة مرمى، انطلاقة حلوة من سيد أشكال من الجهة اليسرى. الأخوي الآن يتراجع وضع طبيعي بعد الطرد، لكن أيضا يجد رغبة حقيقية ونشوة هجومية وروح معنوية مرتفعة. الكرة الماضية اصطدت وذهبت إلى ركلة مرمى لمصلحة الأخوية. كرة توصل عالية بالرأس من مونتاري، لكن للأمانة الشوط الثاني الأخوية لم يظهر أي أداء إطلاقا إطلاقا. جمال بالماضي، مكتوف اليد بهذه الأحوال بالنسبة للاعبي الأخوية اللي فقدوا أعصابهم فجأة وفقدت الأقدام السيطرة على الكرة، وبالتالي أصبحت الكرة بين أقدام لاعبي العربي. هذا لا يقلل من العربي اللي قدم مباراة كبيرة جدا، وهو يستمر. ويوسف أحمد الآن يفكر يمر على طول، تريسور يحولها للكرة، تريسور حولها لركلة زاوية لمصلحة العربي. أعتقد من المبكر الحكم على ذلك، أن الأخوية
لكننا لازلنا في الموسم وبدايته، وبالتالي هذه الآن العربي يتقدم للهجوم والكرة بتمر توصل لسيد أشكان، تغطية من إسماعيل محمد عادت للخلف لمصلحة مصعب على طول لرودفاني، يتقدم مع يوسف أحمد ويو الله على الكرة الرابع الرابع التغطية هذه المرة كلود أمين، كلود أمين أنقذ مرمى لخويا، العربي هيمن سيطر سلطة مزيكا مزيكا يا عربي، معزوفة الأحلام تلعب اليوم متعة ما بعدها متعة أمام لخويا، الكرة توصل فوز مهم، فوز كما يعتقد البعض بأن فيه مغانم كثيرة، ليس فقط أن يصل إلى النقطة 12 ويصل إلى المركز الثالث خلف الريان بثلاث نقاط، والموعد الخميس بين العربي والريان، وخلف السد الثاني صاحب 13 نقطة على بعد نقطة واحدة من السد، العربي يحقق مغانم كثيرة بفوز على لخويا، أعتقد أن هذا الفوز له تأثير سحر على الجماهير للحضور في المباراة القادمة، أعتقد أن بصمات زولا وضحت جلية في مباراة اليوم، وبدأ فعلا الفريق يقدم أعمال زولا في المباراة، وبالتالي نجح بالفوز في هذه المباراة. ثلاث دقائق، هل تكون ثلاث نقاط في غاية الأهمية للعربي؟ هذا محمد منتاري بالسلامة واقع على أرضية الملعب، الكرة توصل يعني الكرة على الجانب الأيمن، محاولة على طول من أمام مفتاح علي جاسمي ينجح بالحصول على الكرة، قدم مباراة رائعة علي جاسمي من الجانب الأيمن بالنسبة للعربي. للأمانة اليوم العربي جل اللاعبين ربما فقط فترة قصيرة أو الربع الساعة الأخيرة من الشوط الثاني اللي فقد فيها السيطرة على المباراة واستمتع لخويا وسجل هدفين، لكن الشوط الثاني كامل كمل عرباوي لخويا، لا أعرف أين غاب في الشوط الثاني، ما رأيناه فقط قمصان وأسماء، حتى رجب حمزة بدأ مرتاح في الشوط الثاني أمام فريق متجج من عندنا خطأ، عندنا كذلك تبديل، آخر أوراق نادي لخويا، لاحظ الخطأ لمصلحة محمد شعبان، هنا نزول للاعب سيد حسن عيسى، سيد حسن عيسى إذا آخر أوراق المدير الفني جمال بالماضي بعدما دفع بإسماعيل محمد وعلي حسن عفيف، ها هو يدفع بالشاب سيد حسن عيسى، كرة على طول لمصلحة سيد أشكام، على طول بالطول على إسماعيل محمد، شوف شوف كريم بوضيف هكذا أخذ شارة القيادة ورماها في الحكم المساعد، أنا أعتقد أن هذه اللقطة وإن مرت عن الحكم والمراقب لا أظن أنها ستمر مرور الكرام ربما من اتحاد الكرة أو على الأقل من الجماهير الذواقة لكرة القدم، طبعا هذه اللقطة مرفوضة من الجماهير وستترك ردة فعل غير مرضية لكريم مضيف، كرة على طول للجانب الأيمن، محاولة قائمة لخويا لا زال يحاول التشبث بكم؟ بثواني معدودات، خلاص الوقت الأصلي الرسمي الآن انتهى، لكن فلاديمير فايز ما انتهى، لخويا ما انتهى، حتى وإن كان يلعب بعشرة لاعبين الكرة طالت، يبدو أنه انتهى فعلا، انتهى فعلا لأن الشوط الثاني كامل مكمل، حتى قبل طرد كريم بوضيف لخويا لم يظهر أي شيء يعبر في الشوط الثاني عن القتال، جمال بالماضي أمام أربع دقائق فقط، ويوسف المساكني
الشوط الثاني من لاعبي الأخوي. كرة على طول بتوصل، عندنا انطلاقة حاضرة، محاولة لخطف الكرة أمام رجب. رجب حمزة على طول بيبعد الكرة الماضية على طول في الجانب الأيمن، انطلاقة من معرفة ويحط الكرة، لكن التغطية مثالية حضرت من محمد موسى على طول لتريسور، بيلعب كرة لنامتاي. نامتاي الآن محبي نادي الأخوية يسلطون الضوء على ثلاثة على الأكثر، نامتاي والمساكني وبلادي، فلاديمير فايز بيحول الكرة، فيها حالة تسلل على فلاديمير فايز والكرة إلى مصلحة العربي. لاحظ الكرة الماضية والكرة مرت سليمة وحالة تسلل على فلاديمير فايز صاحب الهدف الثاني للأخوية، وكان وقتها التقدم للأخوية، لكن الشوط الثاني انفجر العربي ودوترا عاد ليسجل هدفين وسجل هاتريك. نجم مباراة اليوم دوترا أوكسترا، أوكسترا مساء اليوم للعرباوية، أعتقد أنه سيبجل وسينام سعيدا هذا المساء من الثناءات والمديح والكرة تنحط، والكرة سليمة على مرمى الأخوية. المحاولة الماضية من يوسف أحمد، دقيقتين من أصل أربع، تخيلوا لو عاد الأخوية في هذه الظروف، تخيلوا لو عاد الأخوية مع هذه الفرص السهلة المتاحة للعربي ضاعت، تخيلوا كيف سيعض أصابع ندم لاعبي العربي على سيناريو كان في يدهم، تخيلوا ذلك. كرة القدم لا مستحيلة فيها، خلينا نشوف. دقيقتين عمرها طويل بالنسبة للعربي، عمرها طويل أمام نادي الأخوية. الآن الهجوم، الهجوم المضاد، الفرصة، التغطية حضرت، ومن مين؟ شوفوا مين؟ المساكني هو اللي راجع وهو اللي مغطي الكرة الماضية مرة أخرى، المساكني. الكرة توصل، الأخوية مضعفر ولا يعرف كيف تعثر اليوم أمام العربي، بل العربي سيطر، قدم مباراة يستحق الثناء. لا أقول تهانينا للعربي، بل أقول تهانينا لنا وتهانينا لعشاق الكرة الجميلة وتهانينا لدوري نجوم قطر. عودة فريق له تاريخها الجميل، له ألقابها السبعة، آخرها كان في عام موسم 96-97، هكذا إذا يمر قرابة عقدين من الزمن يعود لنا العربي. تهانينا عودة العربي للأداء، للمنافسة، للفوز في المباريات الكبيرة، لكن هذه الدقيقة الأخيرة وهذه الكرة تقول يا معلق وقف، للفوز في المباريات الكبيرة هذه وقفها شوي، باقي ثواني معدودة، والأخوية الذي لا يستسلم أمام 10 ثواني فقط، وعند خطأ عند فلاديمير فايز ورجب حمزة، عش رجبا ترى عجبا، الآن عجائب الصندوق العجيب زولا وعجائب كرة القدم في الثواني المعدودات، الوقت انتهى وفلاديمير فايز بيحول كرة، والكرة بقبضة اليد مع أيضا إشارة بإعادة الخطأ. أوه العرباوية واقفين، بالله تكفى يا مخرج جيب الصورة على المدرجات، ولا واحد عرباوي جالس في مقعده، الكل واقف واقف ويتابع هذه الكرة الأخيرة، سيعيدها حكم اللقاء، الكل واقف ويتابع. الآن الأخوية والكرة خطيرة، I'm
الخميس دوري نجوم قطر في قمة الإثارة والمتعة والقوة والندية في موسم استثنائي في مباراة أيها الأحبة في كل مكان عشناها معكم ما بين لخوية والعربي كانت فيها سيناريو رهيب عجيب مثير وعزوفة ومتعة ومغنى تقدم الدسر العربي رد المساكني ورد فلاديمير بايز لكن العربي في الشوط الثاني دسرة 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 إنها أوركسترا العربي في هذا المساء ثلاثية دسرة ثلاثية العربي ثلاث نقاط ثمينة العرباوية أحمر ناصلي كان كذلك فعلا في هذا المساء جمال بالماضي عليه أن يعيد جمال لخوية في الجولة القادمة عندما يواجه السبت نادي الجيش دوري نجوم قطر في قمة الإثارة والمتعة في كل ما تحمله الكلمة من معنى في هذا الموسم أيها الأحبة في كل مكان آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراة عيسى الحربين يشكركم ويودعكم على أمل أن يلتقيكم في الأسبوع القادم.